على امتداد المحافظات أقيمت فعاليات تكريمية لأسر شهداء الشرطة الذين بذلوا أرواحهم دفاعا عن عزة وكرامة سوريا عبر التاريخ وحتى يومنا هذا. الكفاح الوطني كواجب ورمز، هي تلك العقيدة الراسخة في عقول من بذلوا أرواحهم من شهداء قوى الأمن الداخلي ومن هم سائرون على العهد في سبيل صون سيادة وأمن الوطن. ففي محافظة حلب بحضور رسمي وشعبي أقيم حفل تكريم لأسر شهداء أبطال قوى الأمن الداخلي الذين أكدوا أنهم سيستمرون في تقديم التضحيات إلى جانب الجيش العربي السوري في معركته ضد الإرهاب. بعمرها ما بتحرر أرض وما بيرجع وطن ولا بلد إلا بدم الشهيد وبدم الجريح. إن شاء الله إحنا على الدرب سائرين، إن شاء الله رح ننثم الجراح، رح تلتئم جراحنا ونرجع على الخدمة. نحمي وندافع عن أرض سوريا الحبيبة بكل ما نبذل، ولو قدمنا أرواحنا فداء لسوريا الغالية. كل عام وهن بخير للشرطة يعني، والله يرحم يعني شهدائنا شهداء الوطن، والله يصرف هالبلاء عن سوريا يا رب. ونحن كلنا مشروع شهادة سوريا الغالية، الحقيقة يرخص لها كل غالي. نحن فداء الوطن ونحن سننتصر بإذن الله، والنصر قادم بإذن الله، وإن شاء الله نحن الله يقدرنا يعني نكون شهداء فداء الوطن وسأمن هالوطن وسلامة الوطن. كل عام وهن بخير قوى الأمن الداخلي، وإن شاء الله إن شاء الله الله سبحانه وتعالى يرحم جميع الشهداء من أفراد الأمن الداخلي وأفراد الجيش وأفراد قوى الأمن، والله سبحانه وتعالى يرجع يعيد الأمن والأمان. الأجواء ذاتها شهدتها محافظة حمص التي كرمت عناصر من الشرطة وذوي شهداء قوى الأمن الداخلي الذين ضحوا بأنفسهم دفاعا عن عزة وكرامة سوريا عبر التاريخ وحتى يومنا هذا. الله يحميهم ويرحم كل روح الشهداء. أنا سورية، أولادي ويدافع عن هالوطن سوريا. احنا بنفتخر ونرفع راسنا بهالشهادة لإعادة سوريا إلى وضعها الصحيح ووضعها العالي. الشهادة وقفة عز وكرامة، ذوي الشهيد البطل حسن علي، ودماء الشهداء هي هدية لهذا الوطن لكي يبقى صامدا في وجه كل المخططات التآمرية. رجال الأمن يا درع الأمان ويا فرسان المجد في الرهان، سلام من عرين الشام يهدى على أرواحكم. كما أقيمت في حماة احتفالية بهذه المناسبة تم خلالها تكريم أسر شهداء قوى الأمن الداخلي. أخبارنا